طيب بمناسبة الصفات الشخصية، يمكن الأستاذ عمر بيقول إنه الأستاذ ناصر مؤدب، علشان كده يعني مش قادر يعني أو مش عايز يقول إنه ما أنش الأوان إنه يكتب حاجة عن أحد يعني رموز المتصوفة. من الصفات الشخصية، وأنا بسألك، إنه الأستاذ ناصر كده تحس إنه خجول، بس خجله ده بيضيع في أعماله، في السيناريوهات اللي بيكتبها. شفنا سيناريوهات أو أفلام هي فوضى، حين ميسرة، وغيره وغيره كلها. صحيح. أنت شايف ده ولا؟ هو أنا مش بربط بين الاتنين بصراحة يعني، بس هو ناصر فيه يعني خجله بيدوب في 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 مستين. هو لا، هو لما بيكتب في مستين عنده، يعني ممكن يكونوا بينتصروا على شخصيته وبيطلعوا على الورق اكتر ما بيطلعوا في الحياه، انه بي 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 ال 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 الحاجه طالعه من عنده متدفقه ولحم ودم، يعني الافكار لحم ودم، مش افكار بلاغيه وجماليات، لا لحم ودم، تحس ان الافكار ليها رجلين وبتمشي في كل شغله، وطول الوقت عينه سابقه بخطوه، يعني عينه شايفه حاجه قدام حتى لو متخيلاها او مستنتجاها، بس هو دايما سابق خطوه، يعني تبص على افلامه في وقت عرضها، وفي حاجات ممكن ساعتها ما تقفش عندها، بس لما تشوفها دلوقتي بعد شويه وقت تحس ان ناصر كان قاري الشارع، وقاري الغضب، وقاري العشوائيات، وقاري الجهل، وقاري المشاكل النفسيه اللي في الشارع، قاريها بشكل كويس جدا ومترجمها، ووقتها احنا مش واخدين بالنا منها، شفناها بعد الفيلم ما اتعرض باربع خمس سنين. ده صحيح. ف هي فوضى كانت 2000 وكام؟ كان 2007. ايوه 2007 بالظبط. وحين ميسرة 2009 باين؟ 2007 برضه.